لقد سبق وأن اتصلنا بالسيد الأستاذ مصطفى بن جعفر باعتباره هو رئيس المجلس التأسيسي منذ أوائل شهر ديسمبر باعتباره أن ذاك كان الوحيد الذي يمثل السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد التونسية، وطرحنا عليه المشكل وكان متجاوبا إلى حد كبير، كما وعدنا أولا أن يقع طرح المسألة على الجهاز الأمني وعلى وزارة الداخلية، لأنه منذ تلك الفترة والمسألة الأمنية مطروحة بإلحاح في كلية أداب النوبة، كما وعد بأن يقع طرح المشكل داخل المجلس التأسيسي ويقع التناقش فيه. هذا حصل منذ أوائل شهر ديسمبر. أن يقع الآن من جديد الالتجاء إلى الأستاذ مصطفى بن جعفر فهذا يعني أن الوضع تقريبا يمكن القول عنه أنه في مأزق، وتحديدا أكثر في كلية أداب منوبة، لأنه اليوم طلبة وأساتذة يريدون أن ينقذوا دورة الامتحانات، في حين أنه كان بالسابق المسألة تتعلق بتعطل سير الدروس، ووقع في الأخير الوصول إلى حل وتمثل في أن الأساتذة يتكفلوا بإعادة جدولة الدروس لتلافي ذلك التأخير الحاصل عن وجود عناصر غريبة عن الكلية وعن الجامعة التونسية، إلا أنه اليوم مع الامتحانات نفس هذه العناصر أنه نقعد ساكتين أمام هذه الموجة متاع العنف التي تريد أن تأكل الأخضر واليابس لجامعتنا التونسية، لكن أيضا في بلادنا. اليوم العنف في هذه الجميع، اليوم هناك أطراف مصلحتها بأن ينتشر العنف، بأن يعوض لغة الحوار ولغة التفاوض. اليوم تعرفوا جيدا أنه بالأمس هبطوا الطلبة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذه الوقفة اللي نظمتها الطلبة ومنظمتهم الاتحاد العام في طلبة تونس كانت من أجل أمرين اثنين. الأول هو أنه لا مجال للإصلاحات الفوقية من قبل وزارة التعليم العالي وفي تنسيق غير مشروع مع وزارة التربية. تعرف الكلام هذايا قلناها احنا كنقابة تاع أساتذة جامعيين فيما يتعلق بالعديد من الإصلاحات اللي حصلت ولا فرناها. نفس الشيء الآن الطلبة يقومون نفس لا لإصلاحات صوتية من هذا النوع، ونحن أيضا نقول أنه لا نقبل بمثل هذه الإصلاحات التي تضرب حق الطلبة في الصميم، حقهم أولا في امتحانات، لأنه ماهوش معقول بكل أن اليوم الطلبة والأساتذة الجامعيين يدرسوا ويدرسوا وفي الأخير يقع منعهم من القيام بالامتحانات. هناك حق متاع الطلبة يجب أن ندافع عنه، ولا يجب أن يكون الطالب على ذمة هذه الصراعات الموجودة ما بين مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن البيداغوجي والشأن التدريسي بشكل عام. لهذا قلنا احنا كنقابة اليوم مع أشكال نضالية أخرى ومناش مع الشكل النضالي اللي يجعل من الطالبة رهينة لهذا الصراع ما بين الوزارة من ناحية والنقابة من ناحية ثانية. ما هو معقول أن نعيد سيناريو رديء جدا اللي يحصل عمناول اعتماد ما يسمى بالطرف الأكثر تمثيلية على الصعيد النقابي، يعني عدد المنخرطين، تاريخية النقابة المعنية، عدد الكونفنسيون والاتفاقات التي قامت بها. هذا يخول لها فقط أن تكون المفاوض الوحيد على مستوى مالي، لكن بالنسبة للباقي كله
يعني إصلاحات وأمور معنوية فالكل جميع معنى. الأطراف نقابية كانت أو غير نقابية، هيئة بيداغوجية، أستاذ لمفرده بإمكانه أن يدلي بدلو، وهذا ما قمنا به عندما كنا نتحدث عن الإصلاح قبل 2015 عندما كانت هناك فعلا تشاركية حقيقية. وأنا أتذكر إلى حد يومنا هذا كانت جميع الأطراف ممثلة. أنا سي حسين عمي ما سمعتك انتقد كلمة إجابة، سمحني، أسكو تعتبرهم زملائك ولا لا المنخرطين فيها؟ والله ماذا أقول لك، هم زملائي، هم أساتذة جامعيون، هم أيضا نقابيون معنا في الجامعة التونسية، لكن عندنا خلاف معهم في العديد من النقاط. من ضمن هذه النقاط هي أولا نحن لم نكن يوما ولن نكون، أتحدث عن التعليم العالي والبحث العالمي، مع مقاطعة الامتحانات. نحن نعتبر أن الطلبة عندهم حق دستوري لا يمكن المساس به من قبل أي كان، سواء كان الوزير أو أي نقابة أو أي من ادعى الصفة النقابية. نحن في 2005 قمنا بإضراب قبل الثورة، أي نعم، وذلك الإضراب كان يتمثل في حجب الأعداد، لهذا سميناه إضراب إداري. ما معنى إداري؟ يعني المسألة تبقى ما بيني كأستاذ وما بين الإدارة متاعي، أرفض أن نسلمها الأعداد أو شيء من هذا القبيل. معناه ما دخلوش زاد، ما يكونش الطالب معناه بريزونوتاج. فوالا هذا هو، اي لكي احافظ على تحضر الطالب للقيام بالامتحان. مش معقول عمناول يتاجل الامتحان نتاع بعض الطلبه الى جويليا والى منتصف شهر اوت. هذا امر نرفضه. في 2005 ما عملناش هيك. هلا ملقام اللي يلعبوا عليه انه اذا بداية انتم قمتوا به قبل واحنا قاعدين نقوموا به وانتم انتم ضده الان، ما هوش صحيح. الاذا متمثل في مقاطعة امتحانات نحن ضده. الاذا الذي وقع في التعليم الثانوي كنا ضده، والاتحاد العام التونسي للشغل كان ضده. ماذا يريدون اكثر من هذا؟ انا اسال الاعلام، عندما جند الاعلام حملة كبيرة لمواجهة نقابة التعليم الثانوي فيما يتعلق بمقاطعة الامتحانات. امتحانات ايوه. اين هي هذه الحمله الان عندما تمس الطالب؟ لماذا سياسه المكيالين؟ لماذا عندما تتعلق المساله بنقابه تابعه للاتحاد العام التونسي للشغل فهش كان، عندما يتعلق الامر بنقابه راضي عليها بعض احزاب سياسيه حاكمه ما يقعش اشكال؟ هذا سؤال. لا، الامور تسيست اكثر منها من عمل نقابي، معناها ولات امور سيسه. والله اكثر من سيسه استاذي، تحزبت الامور، تحزبت تماما. وهذا ما نرفضه، وتعرفون ذلك جيدا في الاتحاد، في الجامعه العامه للتعليم العالي، كافه الاطياف او نسميها لك من اقصى اليمين الى اقصى اليسار كنا موجودين ومع بعضنا وبالاليات الديمقراطيه نحاول نتوافق الى حل يجمع عليه كافه الاطياف. لا، وهذا مثبت تاريخيا سي حسين بوجره، مش لهنا اليوم باش الاشكال المرائيه، وذلك كما ترون عندنا اتفاقيه وقع الامضاء عليها في مارس 2018 وبفضلها انقذنا السنه الجامعيه الفائته. هذه الاتفاقيه وقع التاكيد فيها على العديد من النقاط، وفي نفس الوقت وقع فيها تحديد اجال تفعيل هذه النقاط الواردة فيها. كلها وبدون استثناء لم يقع تطبيقها. سيد الوزير في كل مناسبة وبدون مناسبة في الإعلام يضحكنا بخطبة مطولة عن منحة العودة الجامعية. منحة العودة الجامعية تعهد بأن يقوم بصرف مستحقاتها للأساتذة الجامعيين في شهر سبتمبر. Du bureau national et pour être honnête, j'ai toujours été sollicitée par Houssine s'agissant des journées d'études, bien sûr organisées par le FGERS, soit par pour les réunions, etc. Et je pense que pour mon secrétaire général, c'est à la fois une vieille enseignante qui peut avoir quelques
expérience, mais également une vieille syndicaliste. Et il m'a demandé dans son dernier mail, oui, tu quittes le bureau, mais reste syndicaliste. Tu quittes le bureau, j'ai apprécié, reste syndicaliste, grand point d'interrogation. سندونا في هذا العمل وان شاء الله ان شاء الله الان مع ابو بكر نزيدوا ندعموا العمل هذايا. انا اعترض مثلا لكم احنا رانا انخرطنا معاكم طبعا طبعا لا المسانده تنجم تكون من الداخل تنجم تكون من الخارج تنجم تكون من الداخل خاطر مثلا احنا عندنا مطالب خصوصيه ونطلبوا منكم انكم تساندونا فيها وفما مطالب عامه التي تهم الشغيله والوظيفه العموميه كما تعلمون مثلا قضيه الزيادات هذه كمان نساندوا في بعضنا الناس الكل في الوجه دونك مع بعضنا وان شاء الله نواصلوا في هذا الاتجاه شكرا ويعطيكم الصحه. صح باش نحاول نزلكم شويه خاطر الاجتماع برشا زملاء باش يخرجوا انا باش اتخذ منزله بين المنزلتين معناتها عندهم اجتماع في الاتحاد انا باش اتخذ منزله بين المنزلتين مانيش معري ولكن بين العربيه وبين الفرنسيه باش نتكلم بلغه عاديه باش نقول اللي افضل ما القينا ولا وجد برشا باش نلقاو هديه تليق بنقابي بوكي نوار شويه وبرا لقينا من افضل حاجه نجم نعطيوها النقابي اللي هي درع الاتحاد تسلموا من الاتحاد الجهوي ومن الجامعه العامه